صباح الخير يا فندم. صباح الخير. ايه ما تأمريش بأي حاجة. متشكرة أوي، روحي انت شوفي شغلك. حاضر يا فندم. خالد انت لسه ما نزلتش؟ لا يا حبيبتي، أنا مواعيدي في العيادة النهاردة متأخر. خالد أنا عاوزاكم تتعاملوا مالك زي أختكم بالظبط، دي هتعيش معانا هنا وتبقى واحدة من العيلة. يا حبيبتي أنت عارفة إن أنا ما عنديش أي مشكلة إن ملك تعيش معانا على طول، دي زي أختنا. أي نعم هي بقالها سنين عايشة في بيروت، بس أنا وهي كنا على اتصال كل فترة. ده انا حتى كان ليا واحد صاحبي مش لاقي شغل في مصر، كلمتها له راح بيروت ولقيت له شغل هناك. وكمان كنت عاوزه اخد رايك، انا بفكر ان انا استثمر لملك ميراثها، هو حوالي نص مليون جنيه. بس ده مبلغ صغير قوي يا ماما. عارفه، بس اهو هحاول استثمره لها باي كان طريقه. ماشي، بس لازم نفكر لها في استثمار كويس، دي كل الفلوس اللي معاها لازم تحطه في استثمار، الفلوس تزيد. صح. وفي كمان حاجة عايزة أقول لك عليها، أنا بفكر إن أنا أجل فرح حازم وفاطمة. تاني يا ماما؟ ده كده مش هيتجوزوا في سنتهم. وفاطمة بقى هتعمل لنا مشاكل وأنتِ عارفاها، وإحنا كل واحد مشغول وفي اللي مكفيه. أي نعم الفرح ده اتأجل كذا مرة لظروف خارجة عن إرادتنا. بس المرة دي بقى هيبقى عندها حق. البنت عايزة تفرح. طب أنت رأيك إيه؟ إيه رأي حضرتك لو نعمل لهم فرح على الضيق كده هنا في الفيلا؟ وبدل الفرح الكبير تعوضيهم بهاني مون مثلا في الكاريبيان. هاي دي فكره حلوه قوي. انا على الغدا هقول لهم الموضوع ده، وبعد كده عندي مشوار صغير كده بس هتاخر. انا بقول لك كده عشان ما تقلقش. انت براحتك يا حبيبتي. حبيبي وانت بقى هتفرحنا بيك امتى؟ تاني يا ماما؟ ما انت عارفه ان السيره دي بتقفلي اليوم كله. ليه يا حبيبي بس؟ انا كنت فاكراك انك اقوى من كده بكتير. كل الناس بتقول عليك انك اعقل واحد في العيله. شخصيتك قويه. والناس كلها بتعملك ألف حساب. يا حبيبتي الموضوع ملوش أي علاقة بقوة الشخصية. أنا يا حبيبتي اتعقدت خلاص من بنات الجيل ده، قفلت منهم كلهم، كلهم كدابين. أبقى قاعد مع الواحدة مش عارف هي بتقول الحقيقة ولا بتمثل عليا. حبيبي أنا هنزل وهستناك تحت. يلا باي. باي يا حبيبتي.